صفوري ولا على المشروع؟ كثير مشروع هذا السنة اللي بعده، السنة الثالثة. مدرسة نموذجية. مدرسة نموذجية. هون الروضة، هون الإعدادي، عفوا الابتدائي، هون الإعدادي. هاي الباحة تبعهم. في مدخل من هون، في مدخل من هون، في مدخل من هون مشان رعاة الروضة. هذا عبارة عن حوض زريعة. حوض زريعة، شايفين الفرق بين هذيك وهي؟ هون مبنى ملعب داخلي. في عندنا ملعب خارجي. في عندنا هذا مسرح. لكو كيف مبين المسرح؟ يعني ترتيب مقاعد اللي جوا منعكس برا، شايفين الكومبوزيشن؟ انتبهوا على شغله كثير منيحه للمشروع، ليش اغلقكم اياها انا؟ لاحظوا انه هو عباره عن عده كتال، بس تلاحظوا كلياتهم من نفس الام، اخوات من نفس الام، لاحظتوا؟ بيشبه بعض، ما فيك انك اذا بتحذف وحده صار في فراغ، في شيء ناقص، ما بتزبط هي لحالها، بدك هي وهي وهي وهي. حاول تقيموا اي شيء غلط. ناقص. حركه وحده. روح وحده، ما فيك تجزئ بيناتهم. هي اللعبه كنت تلعبوها، ما تنطوا على الشكل الصحيح، شو بيقول الدكتور، شو بيقول المعيد، لا لا لا، اعمل شيء انت اذا بتقيم شغله منه بيوعى كله، مثل حجاره دومينو، حطوها هيك فوق بعض. قيم وحده بس، شو بصير؟ بيوعى. اذا بتقدر تعمل حجاره دومينو هيك، مشروعك انت ملك، ما حدا بيقدر يعرف لك شيء. وهذا اللي صار، بتعرفوا انه هذا المشروع كان بس لحدهم؟ ايه وليش مددتك انت استاذ؟ اخذت استثناء من الدكتور. ليش؟ لاني واجهتها، قلت لها ليكي فرجي بدي اعمل كتله مسرح، مو مطلوبه كتله مسرح. انت بس معلش تعمل. الباقي لا. التزموا بالطلبات. هذا اللي صار، تخيل انت عندك هيك فرج، بتقول له شيلها، عم يعذب حاله، خليه، بس عم يطلع معك. صح. اصطفى. شلون طلعت الفكره معك يا استاذ؟ طبعا هذا السكتش الاولي يمكن اوضح شوي هيك. ايه. بين جماليك حالك. شوفوا كيف طلعت الفكره. قاعد عم فكر. عم فكر، عم فكر، عم فكر. هي مو سنة كيف ال سبريكس. اللي هون اللي هون قريس، على جنب هدول. من هون قريس، اي بس هي في سمكه، هذا مثل مو حوت، بيشبه الدولفين بس اسود، لونه اسود وفي له هيك بقعه بيضاء هيك من على راسه، مسكرها عينه بس هي مو عينه. المهم المهم عباره عن كائنات مائيه، هي سمكه وهي سمكه وهي سمكه ثالثه، لاحظتوا؟ هي كلها سمكه، هي اجزاء من السمكه. شايفينها هي؟ رسمت كلها هذا موقع عام، شوي شوي كونت. يعني هذا شوي رايح على المحاور هيك شيء نائم من المي. ليش؟ سمكه الاولاد، اولادها بيلحقوها، بيعملوا حركه حلوه انسيابيه وهن عم يلوكوا. من هون استوحينا الفكره للمدرسه، شوفوا شوفوا كيف التفسير صار. تمام؟ شايفين على الواجهه هي؟ شو كان تعليق الدكتور عليها؟ ايليان فضائي. محاضرة تاريخ العمارة. طلعت بقد محاضرة تاريخ العمارة. هي الواجهة. ليش تحب محاضرات التاريخ يا استاذ؟ جيت فيها فني ارتاح، انك قاعد ما عندك شيء. تشرد خلص. خلص هذا الشاب هيك هي الصفنة بتعمل لك هيك شغلات، شو رايكم؟ غريب. هي الواجهة. في ذهبية مسرح. اه تمام. شو نشوف شلون المقاعد تترتب، شلون كذا، هي احد التصليحات. معيد لاي عملتها؟ منين شفتها هي استاذ؟ من نوبل. طب هلا منين نجيبها؟ من عندي. بس التوب على جوجل صح؟ توب seating details for شو يعني مسرح بالانجليزي؟ for theater. seating جلوس details تفصيلات for theater للمسرح. جوجل فهيم بيفهم عليك شو بدك. هون بضرب لك
هاي رسمة الأساس مشتور شلون سمكة مع سمكة مع سمكة مع سمكة مع سمكة شوي شوي تطورت بلشت أطلع معي الفكرة بلشت طلع كتلة تالتة بلشت أفصل الكتلة الأولانية هاي الثانية هاي التالتة هاي بلشت تطلع هيك شوي هاي مراحل الأولية عشان كيف عم تطور الفكرة هاي كلها تصريحات هاي نفسها صراحة أعطيتكم إياها شايفين إخراج بسيط يعني لأنه بسيط طالع مبين لك تفاصيله هذا بس خلص عوائل الكانسر هلا شوف الشغلة شوف الكرتونة فرش شوف نفس ما بيشتغل بالمشروع اللي هذاك مشان شو تروح ايه شوفوا شلون الفراغ هاي راوند صغير الخروج عندي من هون وهي هون درج عنصر إشاري عنصر إشاري هون تجو هاي لا هاي انت باللاندسكيب شفتوها انتو شي طالع من الأرض شلون جناح العصفور طالع هيك والكتلة عندي فايز فيها من برا انت شو شايفها انسيابية على الأرض هي مو انسيابية على الأرض هي الحيط هون بوقت هيك فهمتوا علي شلون؟ هيكو مع تفصيلات مع مناسيب هاي ناقة هاي كوريكتر حقيقي بعد ما حبرت عدلت شايفين كده المسرح شلون شايفين شو رسمت المقاعد شفيت عمل نوفرت شفيت مسرح عمل نوفرت حطيته شفيته وحذفت المقاعد اللي ما بدي اياها عشان تبقى مع الشغل انا عملها كلها بعد ما في شروط شلون يا شفت انا غلط طبعا انت عسكي حطيتها تحت الورق شعلت الضوء شفت خلص لاحظتوا النقط هون قلت لك تبقى هذا المشروع يعد قد 5 أو 6 أضعاف ذات المشروع بجيبكم اياه لانه كل كتله فيه تعتبر ذات المشروع شايفين قديش عم في تطور؟ صح مش عم تطور هيك هي سنة ثالثة؟ ايه هاي سنة ثالثة ليكو هون جدار قائم شفتوها شلون؟ قائمة بس تخطيط ليش قائم؟ لأنه ملعب بدي مساحة للعب أكيد أكيد ما عم بعمل الله هيك شغلة يضرب الطابة ترجع تشعل بدل تكسر أكيد ما فهمتوا علي الفكرة؟ طيب استاذ فيني اسألك سؤال سريع هون كيف عم تاخذ مثلا هاي الانحناءات على اي اساس عم تحطها؟ هي على بس تيجي بدك قياس يعني بدك تبيض مع 10 سكتشات عظيم انت شفت بالاول عباره عن دفتر تمام. كانت رسمه صغيره هيك انا بالسنه الثالثه شو صار؟ تمام. صرت على البرامج شوي قوي عم شمت بالصوره هاي رحت على فوتوشوب كبرت على لوحه الاي 3 اللي هي قياس المشروع تمام هذا الاسم على فوتوشوب كبرتها وبعدين طبعتها وبعدين شفيتها يعني هذا المشروع بتعرف شو استخدمت فيه برامج فوتوشوب بس فقط ولشو مو للتبييض ابدا بس لتكبير الصوره يعني كان تبع نقطة الإسابية ما لي مطلع يعني بدون فوتوشوب على الناس خلي حط بيزر شو رأيكم؟ شايفين كيف؟ سؤال ثاني شلون طلعت معي هالنسب هي كذا في ناس الحكي بعينه موجود في ناس بتشوف الجمال بعينها كان زناتو كنت سنة أولى جامعة كانت أختي عم تقعد مسابقة عمارة والله سنة سنة ثانية فعم دربها زميل والدتي بالمكتب هو اللي خطاط بيرسم كمان بيعمل خط عربي فعم درب أختي عملت شي 60 محاولة لحفر النوم ليزبط معه طلع هيك الشيء قد هي الورقه قد اللابتوب قال لي في شيء 60 محاولة قال لي انا وحده فيهم اللي هي نظاميه انا وحده اللي هو رسمها قلت له هي شرت له عليها عم صار يضحك قال لي جابر ثاني حرف الميم حرف الهي قعد هيك قلت له هي كثير بيشبهوا بعض بس انا ميزت بيني ازبط وحده يعني عم صار يضحك
كنا قاعدين بالمكتب، ما ضل حدا، كان في كذا مهندس، ما ضل حدا، مسك الورقه وفطر عليهم، انو اللي انا عرفت، انو واحد فنون اللي انا عامله، انو اللي كانت اخته عم تدرب عليهم، ما حدا عارف اختاره. كله ضاع، ليش؟ العين ما عم تلقط المسألة. صح. انا فورا علمت عليها، صار تضحى، قعدت من ليش عم تضحى؟ قال تعي لك وين هالفنون اللي انا رسمته؟ قلت له كلهم مش فاهم بعض. صار تضحى، عم جابني انا، انا قلت لها قال طلعي علي. نعم اي والله. هذا شلون عرفه؟ العين متعودة على النسب الحلوة، متعودة على النسب الجمال، هاي من عقب العقل، ما فيكم تتعلموا ان شاء الله. يمكن تعلمها بس بدكم سنين تكونوا عم ترسموا، عم تتأملوا الطبيعة ترسموا، تتأملوا ترسموا، أنا برسم وقت ما خلقت. وقت ما خلقت برسم، أنا فايت على معهد أدم إسماعيل لتنين صف سابق. وعم برسم مثل عم بدون امتحان العمارة لتنين صف سابق. ففي شيء اسمه هيبة، مهم مهم فيها. فهي عندكم الصراحة يعني في شغلات بعرف صعب عليكم. شلون بدك تضل تشوف مثلا تضل تشوف الصوت اللي عم نسبب عليه حنحكي عليها هلا بالمثال بعد. واضح معكم؟ واضح. لسا 55 فلت. منيح معلش. شايفين الظل شلون؟ ليك الموقع العام بس حطيتوا له ظل شوفوا شو صار فيه. ظهر تحسوا 3D صار بس ظل بس تعالوا ظل شو هاي؟ هلا وضحت معكم. ما كانت مبينة فقط. ايه بس بس غزل غزل لعبة زوم فقط ايه. يا حرف. هلا اذا تبكتوا معكم هاي الواجهات وهي المقطع. شوفوا المقطع شلون مفصل. شايفينها هاي؟ شايفكم عليها الموقع العام؟ شفتوها شلون؟ شوفوا هذيك؟ تحسوا كأنه قاطع على العين حرك عنه. حتى حطيت الإطار تبع الوجه مبين السماك مقطع. هاي استاذكم. هاي بأي سنة استاذكم؟ تعرفت؟ هاي استاذكم أبو البرامج. يعني ما بفهم التصميم. على الأسف عنا إذا حدا شاطر في برامج كبير عنا هذا ما قاعد يصير. عشان هيك عم نشتغل برامج. ما عم نكون نكون هيك من دون برامج، أكيد مو شغلة سهلة، بس أخي ليش ما نكون هيك مع البرامج؟ ليش ما نشتغل على برامج نطلع هيك تفصيلات؟ هيك تفصيلات طلعت لي عرفت؟ لا. مع احترامي لكم هيك شغل عرفت؟ بتحداكم تحدي. حدا يشتغل. مو طلاب ونسين قلت لنا وقت القب بناء لكي اختار شو الوضع المهم صعب عرفت ما حد عرفت هذا بصراحه هذا المشروع هلا لكم اي واحد بالكليه يعني فستق هذول اللي عم تاخذهم هلا مهارات حاسوب فصاعين جايين جداد هلا اعطوهم هيك مشروع ملي عرفت خذ 3 مليون منيح مستعد اسال ملي انا بدي اعرف ملي اعرف 3 مليون خلص عم بعطيه 3 اضعاف حقه ما حيلعب بتحدى قدام الكل ما حيلعب حيتبكى من هيك ليش عم تعلمون الطلاب بدك ما عيب عليكم تستكبروا هو بينصح الطلاب يسجلوا ليش؟ بينصحهم؟ ما شاء الله حوله لكن اذا مشاريع مكعبات اليوم يوم طبعا طبعا روحوا سجلوا ريفيت طبعا ريفت خلي ريفت خلي خلي ريفت فيكم خليكم خليكم خلي ريفت يعمل لك هيك شيء غريبة هيك هيك كأنه الموضوع دافن يس هي قاعة الرسم وعم بعرض مهاراتي بالرسم بس عم فيكم واحدة صبية واحدة شديت يدوني هذول ديكور ديكور سقف عبارة عن مكعبات ستيروفو فايت فيها بس هقول لك يا عم تصير يعني مو شغلة صعبة هذول عبارة عن اتهام على الحيط يعني هذول الغيوم غيوم اتهام على الحيط هذا الشباك شفتوا هذا الشباك؟ ايه حتى تشوف انه انا ما عم بلعب ها يعني هو هذا الفراغ
هذا بيصير عنا بيتنفس عنا ما مش على أصحابه يعني. أفواه. هذا كله ومطلو. ومطلو. شو عاد مثلا بتفسر؟ هذا طبعاً يعني. هذا شيء يصير في الفوتبول متسجيلات. ايه تمام شايفينها هنا؟ تمام. هيكو شلون الحركة عم توضح هون شوي قائم هون رجع مال أكثر وهكذا. بصراحة بصراحة هذا الوقت جبت لكم صورة مسرح جاهزة شفيت بس المقاعد بس فقط 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 المقاعد. بس كل شيء فوق هذا ديزاين تبعي منيحين ورك سمارت نوت هارد ورك سمارت نوت هارد. شفيت بس المقاعد انت هيك صورة عملتها هلا مسرح شفيت مقاعد بس بس الديزاين من فوق هذا كله انا عملته ما شفيت الديزاين فهمتوا علي؟ ديزاينه غير شلوني معكم؟ كثير فخم هذا كله بالايد ما في اوتوكاد من هي دول لابس نفايات يا بشتغل هي كلها برامج وهيك شو مكعبه مثل ما كنت ما ارجع انا طالب وجهي عندكم هلا شو بساوي فيكم بالكلية والله كلياتهم هذا مو اوتوكاد مسلم هيك بالايد طب انت السنه اللي قبل عملت هذاك المشروع بعت اوتوكاد هذا ما معي وقت هذا المشروع ست اضعاف هذاك كم كتله فيه؟ كله تفسر وكله الرسم ما بقى في وقت اصلا على الكمبيوتر لا مثل ما هن شفيتهم على ورق الكرتون يلا لا صرت لهم اياهم شفيت بس شف يعني بعد عن شف يومين خالص من الشغل وليد سلم